خلينا نروح دلوقتي لموجز لأهم وآخر الأنباء بصحبة زميلتنا لميا حمدي. اتفضلي لميا. شكرا لك مصطفى. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء تزعم الإفراج عن شحنات قمح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، وشدد المركز الإعلامي على أن جميع شحنات القمح التي يتم استيرادها والإفراج عنها آمنة وسليمة تماما ومطابقة لكافة المواصفات القياسية، حيث تخضع جميعها للفحص والرقابة. يعقد رؤساء الأركان في بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس اجتماعا اليوم في غانا، وذلك بعد اجتماع لقادة دول المجموعة صدر عنه الموافقة على التدخل عسكريا في النيجر لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة. وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن الاجتماع سيعقد في أكرا في ضوء القرار الذي أصدره قادة دول إكواس خلال قمتهم في أبوجا الخميس الماضي القاضي بنشر قوة الاحتياط التابعة للمجموعة لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة بعد أن استولت مجموعة عسكرية عليها في 26 من يوليو الماضي. ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكين تحدث مع رئيس النيجر السابق محمد إيسوفو وعبر عن قلقه البالغ إذا استمرار احتجاز الرئيس الحالي محمد بازوم وعائلته. وقال المتحدث باسم الوزارة مايثو ميلر أن بلينكين أكد للرئيس السابق التزام الولايات المتحدة المستمر بالعمل من أجل التوصل إلى حل سلمي يضمن للنيجر أن تظل شريكا قويا في الأمن والتنمية في المنطقة. أدانت فرنسا الضربات الصاروخية الروسية الجديدة على أوكرانيا والتي استهدفت مناطق غربي البلاد. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن هذه الضربات الروسية استهدفت عمدا بنى تحتية مدنية، وأشارت إلى أن هذه الأعمال غير المقبولة تشكل جرائم حرب ولا يمكن أن تمر دون عقاب على حد تعبيرها، مؤكدة أن فرنسا ستواصل وبالتنسيق الوثيق مع شركائها التزامها بتعزيز دعمها العسكري لأوكرانيا خاصة من خلال لدعم قدراتها الدفاعية. أعلنت الأمم المتحدة أنها انتهت من سحب أكثر من مليون برميل من النفط من الناقلة صافر المتهالكة قبالة ساحل اليمن على البحر الأحمر. وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شنايتر وهو منسق جهود سحب النفط من السفينة إن العملية أسهمت في تجنب كارثة بيئية محتملة. وقال إن الأمم المتحدة جمعت أكثر من 120 مليون دولار للعملية التي تطلبت شراء ناقلة ثانية لتفريغ الخام منها. كبد انقطاع واسع للتيار الكهربائي في فيتنام ناجم عن موجة حر شديدة وجفاف غير مسبوق في مايو ويونيو الماضيين اقتصاد البلاد 1.4 من 10 مليار دولار. وكشف البنك الدولي أنه مع بلوغ ذروة عجز العرض 1.8 من 10 جيجاوات سجلت شركات في شمال البلاد خسائر تصل إلى 10% من العائدات، مشيرا إلى استطلاع بشأن القطاع أجري في أغسطس. وأكد البنك الدولي للسلطات في فيتنام أن العمل مطلوب للتخفيف من المخاطر المستقبلية لأمن الطاقة والخسائر الاقتصادية. ارتفع عدد قتلى حرائق الغابات في جزيرة ماوي بولاية هاواي الأمريكية إلى 67 قتيلا، وارتفع عدد القتلى بعد قيام فرق البحث بتمشيط أطلال منتجع لهاينا فيما سعى المسؤولون في هاواي إلى تحديد كيفية انتشار اللهب بهذه السرعة عبر المنتجع التاريخي دون تحذير يذكر. مشاهدينا انتهى موجز الثامنة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.